الفولكلور الشعبي السعودي متنوع، فلكل منطقة طابعها الخاص في الرقص والغناء، وطبعا هذه تمثل تقاليد هذه المنطقة وعاداتها. تنشط دائما الفرق في كل منطقة وهي متخصصة في تأدية هذه الرقصات في المناسبات العامة وكذلك حتى في المناسبات الخاصة، كما تسجل حضورها كل عام في اليوم الوطني. صحيح. بعض الفرق مروة لربما البعض كان سابقا العرضة هي رقصة الحرب، يعني يرهبون فيها طبعا الأعداء بأنه احنا جايين وسنكسب هذه الحرب. في الآونة الأخيرة بعد أن توقفت الحروب أصبحت حتى للاحتفال والفخر بما كان وما سيأتي. بس خليني أسألك، بما أنك دائما متخصص في بعض المناطق السعودية، مطلع يمكن هي يعني على المناطق الجنوبية مختصة فيها ولا؟ لا، العرضة النجدية. النجدية. في العرضة النجدية مثلا بالكويت في عرضة، العرضة البحرية، العرضة البرية في البحرين، أيضا منطقة الخليج هي المختصة، ولكن العرضة النجدية أيضا لها طريقتها وأدائها. السعودية فيها فنون كثيرة طبعا، الشمال غير الشرق غير الجنوب، طبعا في كل المناطق. خلينا نتعرف على فرقة نذهب إليها تحديدا، فرقة أطياف، لنرى لونا من ألوان الفولكلور السعودي مع قائد فرقة أطياف محمد الخليفي. أهلا بك محمد، صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير. ويمكن يعني يختلف الفولكلور الشعبي من منطقة إلى أخرى كما ذكرنا قبل قليل أنا وعادل. اليوم حتعرفنا على إيه؟ أي منطقة؟ كل عام وانتم بخير. صحة وسلام. حقيقة انتم تفضلتوا وتكلمتوا على العرضة النجدية، احنا عندنا اليوم الخطوة الجنوبية. أيوه. الخطوة الجنوبية طبعا يشتهر بها جنوب المملكة، المناطق اللي في جنوب المملكة، ومنشأها كما يقال من عسير. ثم بعد ذلك أخذت المناطق الجنوب يعني في بالتدريج، يعني أخذت مناطق الجنوب جميعها بالخطوة الجنوبية، لكن كان منشأها من عسير، وهي لون جميل وفلكلوري رائع، وأيضا هنا يقام في الاحتفالات، في المهرجانات، في الأعياد الوطنية أيضا تقام الخطوة الجنوبية. شو اللي تعتمد عليه محمد الخطوة الجنوبية، سواء الكلمات سواء حتى الأداء والحركات الجماعية؟ نعم طبعا، هو عندنا كلمات جنوبية أصيلة، وأيضا يعني في الأيام الوطنية يكون عندنا كلمات وطنية بلون الخطوة الجنوبية كقصيدة نسمعها بإذن الله بعد شوية. لبيه يا أرض السعودية، أي نعم، بعدين نأديها بلحن جنوبي جميل، والرقصة الجنوبية اللي راح تشوفونها إن شاء الله مع فرقة أطياف. والله ما راح أسأل أنا أبي أسمع وأشوف. إي والله، توكل على الله، يلا تفضل. طيب تعيوني الآن بلي. ويا لا لا يا لا يا لا لا لا، لبيه يا رضا السعودية، يا لا لا يا لا يا لا لا لا، يا الله يا رب تحميها، يا لا 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 يا لا لا لا، لبيه يا رضا السعودية،
والشهامي.